ما لحقتنا والله يمكن يندر بتلايز كمان هيك بجوز كمان شباب جاي لك بس قصف على مدينة كفر زيتا بالطيران المروحي أثناء صلاة الجمعة لا يزال الطيران في الأجواء والدخان يتصاعد أثناء صلاة الجمعة قصف على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد 22/11/2013 قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد أثناء صلاة الجمعة القصف أثناء صلاة الجمعة